يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تساهل بعض من النساء بالسفر عن طريق الطائرة أو غيرها بغير محرم، فما النصيحة في ذلك؟ نصيحة أن تتقي الله، المرأة المسلمة أن تتقي الله ولا تسافر إلا مع محرم، سواء في الطائرة أو غيرها، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم.